احنا عندنا جيت 3 سنين كرهبنا محزوزه في الفوريير هنا في سيدي بوزيد، معناها طالبين يسيبون يحلون الباتين ديت نتاع كرهبنا باش نسوي وضعيه كرهبنا، ومعناها برشا جينا هنا للديوان يقولوا لنا برا القباض قاعدين نمشوا بين الطرفين الزوز، معناها 3 سنين نحن ما حلوناش مشكله كرهبنا، عجل الباتين ده ب 70 دينار مخطيتنا الديوان ب 70 مليون، ومعناها اصحاب عائلات نخدموا على كرهبنا ذيك مورد رزقنا الوحيد، ومعناها حازين للكرهب عندنا قديش معناها كراب 3 سنين ونحن كرابنا مفكوكه في الفوريير، ماذا بينا نطلبوا من السلطات المعنيه يسيبونا كراهبنا ونطلبوا نداء من رئيس الجمهوريه يحلنا كراهبنا، خويا نحن تعبنا مشينا لوزاره الماليه مشينا للدار العامه للديوان مشينا للدار العامه للاداءات يبعثوا فينا من بلاصه لبلاصه، نحن كرابنا خويا غلطنا صحيح سكرنا الباتين ديت، خويا نحن معناها ماذا بينا طالبين باش يحلوا لنا الباتين ديت نخلصوا، ما طالبين حتى شيء، ومشينا قدام مجلس النواب مشينا البلايص الكل دورنا تو عندنا 3 سنين ونحن كراب مورد رزقنا كان كراب هذيك الناس فلاحه هنا في سيدي بوزيد عندها كان كراب يخدم على هذيك مورد رزقنا كي سكرنا الباتين عجل 70 دينار خطونا ب 70 مليون وكراهبنا فكين هيل، معناها نحن كرابنا مطيش ونخدموا نزوف كراب العباد نكروا فيه، اخويا نحن طالبين معناها من السلطات المعنيه يسيبونا كرابنا ونخلصوا الاداءات، نحن نخلصوا الاداءات للدوله. 7 سنين احنا عاملين وقفه احتجاجيه قدام الاداءات قرابه 40 50 واحد مطالبين ان يصفونا الوضعيه نتاعنا، احنا كراهب مطيشه في الفورير قريب تسوس عندها قرابه 3 سنين وعامين، معناها هذيك هي المورد الرزق نتاعنا، ما عندناش منين نصرفوا ما عندناش منين نتصرفوا، ناس اصحاب صغار ناس كذا هذيك مورد الرزق نتاعنا، ما برشا وليات جندوبه قابس سيدي بوزيد القروان ما حبوش يسلكونا الوضعيه هذه، مشينا البار شبلايس ما سمعنا حتى واحد، احنا تو نطلبوا من السلطات المعنيه انهم يصفونا الوضعيه نتاعنا في اقرب وقت، لان بالحق وصلنا للتوب ما عادش عندنا باش 1200 كهرباء تو في تونس معناها مطيشه، معناها ما خلوناش حتى يصفونا الوضعيه نتاعنا على خاطر كهرباء بتيده نتاع 70 دينار و150 دينار في العام يكلفها لك كهرباء ب 70 مليون و50 مليون الناس ما تقدرش.